سفير مصر بأثيوبيا سيادة السفير أسامة عبد الخالق، هتشوفوهم في التقرير اللي هتشوفوه قدام حضراتكم دلوقتي، ونرجع نكمل حديث عن هذه المباراة الهامة، الأهلي وجمال أثيوبيا. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. سريعا انضم لي معالي السفير طبعا اسامه بيه عبد الخالق، برحب بيك يا اسامه. طبعا في البدايه ومجهود كبير مبذول سواء من سفارتنا هنا، استعدادات مكثفه ليكم مع الكابتن سيد مع الكابتن سمير، حطينا في الاجواء ولنا ترتيبات عباره عن ايه يا اسامه بيه؟ بنشكر بنرحب بحضراتكم ومشاهدي قناه الاهلي جميعا وبعثه النادي الاهلي. تشرفنا صباح اليوم بوصول بعثه النادي الاهلي بقياده ابراهيم بيل كفراوي ووجود كابتن سمير عدلي وكابتن سيد عبد الحفيظ واللعيبه. جرى الاستقبال الحمد لله بمنتهى اليسر والتسكين في الفندق، وبيأدوا مرانهم الاساسي اليوم، وان شاء الله بكره بيبقى في الاجتماع الرسمي للمباراه. كل الاجواء مهيئه للاهلي ان شاء الله لاداء مباراه طيبه جدا. الاهلي رمز كبير جدا في افريقيا، بيحظى في كل انحاء افريقيا، والجمهور فعلا متعطش لهجوم النادي الاهلي ويتفرجوا على المستوى الاداء العالي المعهود من النادي الاهلي. بنثق ان شاء الله ان النادي الاهلي قادر على اداء مباراه جيده جدا وتحقيق نتيجه ايجابيه والتاهل للادوار التاليه، وبننتظر منه كالمعتاد الفوز بالبطولة مش بس التأهل للنهائيات إن شاء الله. المباراة يمكن من 48 ساعة، عايزين نعرف الأمر ده، يمكن الصحافة اجتهدت بشكل كبير، أخبار كتير جدا كانت موجودة طبعا أسامة بيه، لكن منك طبعا كسافرنا هنا في أثيوبيا، إيه الأمور كانت ماشية إزاي؟ الموضوع بيرتبط بالأساس بحرص الجانب الأثيوبي على إنه المباراة تجري في نهاية الأسبوع، بحيث إنه يوم الأحد هو اليوم بيبقى يوم العطلة اللي بيقدروا فيه إن يضمنوا أكبر عدد من المشاهدين يكونوا متواجدين. نادي جيم نادي من خارج العاصمه، اللعبه هيكون في اديس ابابا، ولكن هم حريصين زي ما بقول لحضرتك لانه جمهور اثيوبي كتير جدا هيكون متعاطف على النادي الاهلي ونجومه، وفي نفس الوقت بيساند بطبيعه الحال الفريق الاثيوبي اللي بيلعب فريق نادي جيم. انما ما فيش حاجه محدده اكتر من كده، الاجواء والعلاقات بين البلدين ممتازه للغايه، والتعاون مع الجانب الاثيوبي على اعلى مستوى، تم توفير كل التسهيلات والترتيبات اللي بتسمح بيها الظروف الراهنه الحمد لله. انا عارف ان التدريب الاول ده النهارده هنا، لكن التدريب الاساسي غدا هيكون على الملعب الرئيسي، بيبعد عن ايه؟ عن فندق الاقامه، سعه الاستاد، يعني ممكن يحضر قد ايه؟ بس عايزك تطمن يا اسامه. الاستاد اللي هيجري عليه التدريب بكره هو استاد اديس ابابا الرئيسي، هو بيبعد يمكن 15 دقيقه او اقل عن مقر اقامه الفريق في وسط العاصمه اللي كلها مهيئه. الاهلي ان شاء الله بيؤدي تدريبه الاساسي وبيجري بكره خلال الاجتماع الرسمي للمباراه لتاكيد كل التفاصيل. الجمهور المصري مخصص له مدرجات وفقا لقواعد الاتحاد الافريقي، الجاليه المصريه شديده الحضور على التواجد ومؤازره النادي الاهلي باعتباره واجب وطني وباعتباره يعني اداء لهدف كده سامي ان شاء الله دايما، ان احنا بنساند بعضنا. السفارات المصريه ده دورها دايما مسانده كل الفرق الرياضيه المصريه. وقتنا قبل المباراه المهمه دي ان شاء الله باذن الله نصعد من هنا لدور ال 16، لكن معالي السفير اسامه بيه عبد الخالق تقولي لكل اللعيبه والجهاز الفني قبل هذه المباراه. والله بنقول لهم ان احنا بننتظر من النادي الاهلي مستواه المعهود، بذل عرق والكفاح حتى اخر لحظه في المباراه، وده اللي دايما بنأمله وبنعتاده من النادي الاهلي، والنادي الاهلي قادر على ذلك، وده اللي بنقبله كل جمهور مصر وكل جمهور النادي المصريين من غير المصريين بينتظروا من النادي الاهلي كده. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير طبعا لمعالي السفير اسامه عبد الخالق سفيرنا هنا في اثيوبيا على المجهود الكبير اللي بيبذل من سفارتنا هنا طبعا، وان شاء الله باذن الله كل المجهود ده بيا لفريق النادي الاهلي نصعد من هنا لدور ال 16. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في اديس ابابا.